بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد إيقاف شهادة 25% أو التحرك رسمي لبنك خاص بخصوص رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار، ويعلن عن شهادة بأعلى عائد، بنوك تطرح شهادات بفائدة مرتفعة للمصريين. تفاصيل شهادات الادخار الجديدة في البنوك فبراير 2023، ولو عايزين تفاصيل أكتر ياريت تشرفونا في القناة.